يا بداية سيادة الرائد، أهلا بك. نحن بداية قلبا وقالبا مع هذا القرار ونعي خطورة الأمر، ونحن مع هذا القرار 100%، ولكن نريد منك سيد طارق توضيح بشكل تفصيلي للمواطن قرار هذا الإغلاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسالة واضحة التي أطلقها سيد رئيس الأركان اللواء الفريق عبد الرازق النبوري وسيد معالي وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي اليوم فيما يتعلق بتمديد حظر التجوال إلى 24 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، اليوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. وتعي وزارة الداخلية وتعي القوات المسلحة خطورة المرحلة، وتعي التزام المواطن قد تكون هناك بعض الصعوبات وبعض العراقيل وبعض الأمور الخدمية اللي هي الآن هناك شكلت لجان قاعدة تدرس في آلية خاصة فيما يتعلق بالصيدليات في أمور خدمية ستعمل على تلبية احتياجات المواطن في بيتها. الأجهزة الأمنية وهذه الخطط التي أطلقت اللهم لك الحمد والمنة أن هي إلى الآن استطاعت أن هي تقدم شيء ملموس حفاظا على تراب الوطن والوطن، والمرحلة تستدعي تكافف الجميع وخاصة المواطن، لأن احنا نشوف فيه المواطن قد يعني لا قدر الله قد يصيب بجلل بهذا المرض وينتقل الخسران لليبيا وللشعب الليبي. نعم. اليوم أختي هي الرسالة واضحة التي أطلقتها وزارة الداخلية لأهلنا في ليبيا الحبيبة أن عليهم الالتزام في بيوتهم وأن يبقوا في بيوتهم وألا يعني يخافوا بالليبي، ما يخافوش، يتوكلوا على الله، ولو يأكلوا حتى خليني يقول لك نطلع من هنيتي شوية ولو يعيشوا على 10 أيام هذين على تمر ومية. حاولوا أن نحن ما نحطوش عراقيل، العالم قاعد يتساقط الآن، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ثم بدورنا نحن كأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والصحية والناس الخدمية اللي تقدم في العون للليبيين من أبناء هذا الشعب. الحمد لله الحمد لله أننا اليوم نحن لم يدخل هذا المرض بيننا، والرسالة واضحة، ليس هناك تكتم أو ليس هناك أي حالة مرضية، وهذا بتقارير الخبراء أختي الفاضلة. طيب سيادة الرائد، نريد منك التوضيح، من هي الاستثناءات في هذا القرار غير الصيدليات والمستشفيات؟ فقط الصيدليات أختي الفاضلة، الصيدليات ستعمل على نظام الدليفري أو خدمة التوصيل، وطلبنا منهم من الآن أنهم هم يقدموا خدماتهم وأنهم هم يحاولوا أنهم يتواصلوا مع الناس. الدكاترة اللي هم متخصصين في كل التخصصات اليوم مرحلتهم أيضا أن تكون هناك أطقم طبية تزور لأصحاب المرضى المزمنة حتى في بيوتهم اللي ما يقدرش يتحركوا، يحاولوا أنهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر جميع القنوات كيف يدير العالم الآخر ندير ونحن وخير منهم، يتواصلوا بأرقامهم بهواتفهم أي حالة طارئة يتواصلوا معها، مش كل شيء فلوس، مش كل شيء مقابل، مش كل شيء استغلال، كيف ما وضحت لك مش كل شيء أن يأخذ المواد الغذائية وبكثافة وصرف والأموال وما عندناش. نقدر المرحلة اللي تمر بها البلاد ونقدر أن ما فيش مرتبات، ولكن المصلحة العامة حماية على الأمن القومي والتراب الوطن وليبيا والشعب الليبي تقتضي المرحلة منها التضحية. العالم كله أخذ خصم، خسر المليارات وقاعد يخسر في المليارات وعاجز طيب. ما هو يقف أمام هذا المرض. طيب سيادة الرائد، اليوم شهدت مدينة بنغازي وغيرها بكل تأكيد من المدن ازدحام شديد على المواد الغذائية، وبعض المواطنين لم يتحصلوا على المواد الغذائية الخاصة بهم، هل يوجد استثناء في المواد الغذائية أم لا؟ لا توجد أي استثناءات فيما يتعلق بالصيدليات فقط. طيب الداخلية قال الداخلية قالت إن المصارف سوف توفر مرتب شهر واحد فقط، متى سيتم هذا الإيداع؟ وخاصة أن هناك قرار يقول يمنع منعا باتا تداول المصارف أو الدخول إلى هذه المصارف الورقية أيضا والمعدنية، كيف يتصرف هذا المواطن؟ وأيضا هناك بعض المواطنين لا يوجد لديهم دعنا نقول خدمات مصرفية إلكترونية. صورة أعطيني معك كلمة نوضحه ونحن الصورة لما حدث في الاجتماع اليوم، هناك لجان متخصصة أيضا في جانب المصارف، هناك آلية ستتحمل الدولة التكلفة في عملية الإجرار، ما هي لحظات بإذن الله تعالى اليوم أو غد
ستكون هناك آلية فيما يتعلق بصرف المرتبات. عندنا خبراء قاعدين الآن يدرسوا في كل الحلول. المطلوب هو الالتزام والباقي الدولة اللي عليها من إجراء ستعمل عليه. اليوم كان اجتماع مع الرأس السادة المدراء المصارف وطلبوا منهم أنهم يقدموا آلية صرف تقلل الضرر والانتشار الوباء. الكلام اللي تحكي فيه مضبوط، مش هيمشي المواطن المصرف ومش هيتعامل مع المصرف، لكن في آلية هي صاحبة الاختصاص سيتم الإعلان عنها، وفي طريقة سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بالمرتبات. قد في الساعات القادمة هذه يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الخاصة بالمصارف ويكون فيه خطوط. نحن ما نسوقوش الأحداث، نحن ما نخدمش جانب العاطفة، كما وضحنا أن في أمور تحتم علينا كل قرار. سيد معالي وزير الداخلية في حديث اليوم واضح تكلم، قد تكون تلك الإجراءات قاسية، ولكن المرحلة تتطلب من الجميع أن يتكاتف وأن يصبر ويتحمل. أشكرك طارق الخراز الناطق باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.